أرح فؤادك من هم الوجودات، وارجع إلى الله عن ماض وعن آت، واستغفر الله من ذنب وقعت به، فالله بالفضل ماح للخطيئات. هل يمكر بأحباب الله المعركة مع الله؟ من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب، ومن حاربته فقد قصمته. الدولة بتحافظ على رعاياها، والله بحافظ على رعاياها، فصي من رعية الله حقيقة، لا صي من رعية الشيطان، وشوف الله عز وجل يتغافل عنك، قد يفحصك، يأخر عنك شوية ليشوفك شؤونك، ليبلوني أشكر أم أكفر. فالله عز وجل لا يمتحننا ولا يتخلى عنا، ويرحمنا ويرحم عجزنا وضعفنا. قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. فهن بدهم يقتلوه، هن عم يحاولوا، والصخرة تجي من أعلى الجبل عليهم تمعصهم كلهم. عسكري واحد من العساكر، الله شو العسكري؟ صخرة. شو فهمها؟ وفي رواية لما صار الانهيار فاتوا لمغارة مقابلها، اجت الصخرة على تم المغارة سدتهم، سدت عليهم وما نعرف أثرهن، ماتوا خنيق ومعيس وفعيس. الله يا ابني، الله الله، اذكروا الله يا ابني، لا تنغر لا بقوتك ولا بشبابك، ولا تستهين بالضعيف وانت قوي، بالفقير وانت غني، بالجندي وانت ضابط، بالمحكوم وانت قاضي. الله اكبر من كل شيء. كلمة الله أكبر، قرأت فقه الله أكبر. فقال فكان عاقبة مكرهم، قتلوا صالح ومن معه، أن دمرناهم هذول بالصخرة والمغارة، وقوم أول يوم اصفرت وجوههم، ثاني يوم مر، الثالث يوم سوديت، رابع يوم سيدنا جبريل صاع فيهم صيحة وتزلزلت بهم الأرض فأصبحوا جسسا هامدة، إلا واحد اسمه أبو رغال كان بالحرم المكي لحرمة الحرم وقدسيته. الله أمهله حتى خرج من الحرم، اجت حجار من السماء رسمته، فلحق بمن سبقه، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك، في هالقصة، لآية، لدرسا، لعظة لكل من عصى الله، لكل من تمرد على أوامر الله، لكل من يريد إيذاء أحباب الله. لا تخف يا محمد، انت صالح، ما افضل واكرم علي منك، انت اكرم الانبياء واكرم خلقي علي. وكذلك بعد النبي، اذا كنت ماشي على طريق النبي لا تخاف. فولو مكروا مكرا فعند الله مكرهم، ولا يخفى على الله مكرهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فهي كانت درس للنبي، درس حتى لا تهين عزائمه، ليصمد في المعركة بالرغم، هي سورة مكية، بالرغم من كل ما يحيط به من أعداء ومن أخطار ومن مؤامرات ومن إيذاء. وهل صدق الله وعده؟ وهل نصر عبده؟ وهزم الأحزاب وعده وحده؟
فاستقيم أنت كما استقام الرسل. والقرآن لأجل هذا أني نقرأه، العلم لأجل أن نعمل بهذا.